العجينة أصول. أول حاجة عندنا بيضتين، دي عجينة إيطالي بالأعشاب. عندنا توم، فلفل أبيض، زعتر أو أوريجانو دراي، ملح. هنقلبهم مع بعض. بعد كده عندنا كوباية لبن ونص كوباية كريمة فريش، وعندنا شوية كزبرة مفرومة، جبنة بارميزان مقدار معلقتين، شوية جبنة موتزاريلا. لو مفيش جبنة بارميزان ممكن موتزاريلا، هي جبنة عندنا مبشورة. بعدين عندنا زعتر وروزماري، نقطعهم زعتر فريش وروزماري فريش. عندنا كوباية دقيق، بقت معانا بالشكل ده. عندنا صدرين دجاج مقطعينهم سلايزات شرايح زي كده، بنسيبهم في العجينة. هنسيبهم في العجينة لمدة ساعتين لثلاث ساعات لحد ما كله يتجانس مع بعضه والفراخ تاخد من الاعشاب وتاخد من الصوص. بعدين هنركب بس نص معلقه بيكنج باودر او بيكنج صودا اللي هي ايه الكربونات ده، هتخلي لنا العجينه تنفش وتبقى كريسبي. نص معلقه بيكنج باودر او بيكنج باودر او الكربونات ده هيخلي لنا العجينه لما نيجي نحطها على الجريلا تنفش وفي نفس الوقت تبقى كريسبي معانا. بس كده خلاص، كده جهزت معانا. هنعينها بقى في الثلاجة لمدة من ساعتين لثلاث ساعات. الفراخ بعد ما خلصت ركناها ساعتين أو ثلاث ساعات، هنبتدي بقى ناخدها على الجريلا. تاني طبعا بقت مقرمشة معانا وكريسبي. شكلها كريسبي، ده من البيكنج صودا وكربوناته. طبعا خلصت معانا كده. نبتدي بقى ايه طبعا بتتاكل مع باستا او فرنش فرايز، بس الافضل ان هي ايه باستا وايت صوص مع مكرونه صوص ابيض. ودي شكل الفراخ بعد ما خلصت، هنقدمها مع باستا وايت صوص. الشكل ده
بارميزان، حط عليه شويه جبنه بارميزان برضو، كده اكون ايه